الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. القسم الثاني من قسمي العطف، عطف النسقي. بشدو هم لدو بشك عطف، عطف نسقك بشي كم عطف بيان. جاء نسقك أخواني توا، وهو بفتح السين، ففتح سينك اسم مصدر، اسم مصدر يعني حاصلي بالمصدر. ويك بلين عطف كردنوي اسمك بوسر اسمك كتير، فعل بوسر فعل كتير. مثلا نسقت الكلام أنسقه، يعني شيء نسقت الكلام أنسقه، أي عطفت بعضه على بعض. أنا بعزيك بوسر بعزيك عطف كردوا. والمصدر بالتسكين هو اسم مصدر، ولا أجر مصدر كي لا نزر بجرين بمعنى عطفت بتسكينه خلينا نسق خوانينه. جامرة تعليم بحرف متبع عطف النسق كخصوص بود وثناء من صدق. تعليم بحرف متبع جامرة متبع خنو بكسر الباء بخوانه عطف يعني عطف النسق تعليم بحرف متبع يعني عطف النسق وتأوي كعطف بحروف تالية يعني واقع بوا بحرف يعني بعد حرف لدواء حرف واقع بوا كصفة أو حرف وايا متبعة يعني تابع كنديا ما بعدك يبو ما قبلك يعني ما بعدك يخوك تابع ما قبلك فاز بحرف أو بيا من أي بعد حالبي يعني تالي بعد حرف يعني بدواء حرفك هات وأمانة عطف النسق وكوشي كخصص كخصوص يعني تايبت بك بودين وثناء كيف من صدق من صدق منك مفعول أخصصك يا صدق فعل ماضي وفاعلك هو يشبه منك سيلي منك يا هو إذا اسم من صدق سيلي وموصولة بودين أو تعلق بسبب أخصصه وقاعد عطف عطف الثناء كي كرهه بصر ودك باشا يستا عيسى الثنايا عطف النسق يعني معطوف بو بالنسق بو عطف وشي عطف النسق شنك تالي حرفك وتواقع بلو حرفك كواويك كأوا ومتبعة تابع كنندي ما بعدي خويتي بو ما قبلك فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أمو يعني حتى أم أوا خلي حتى أمو كفيك صدق ووفا عطف فالعطف مطلقة يعني عطف بمطلق يعني أي لفظا ومعنى بواوين باشا وتعد في اللفظي ومعنوي أكريب واو هذا من مزولي باللفظي ومعنوي شيء فإن هذه الحروف كما تعطف لفظا بله يعني ما هل الروانجي لفظ الروانجي معناه شو عطف يعني بي أكريب هم الروانجي إعرابه هم الروانجي معناه شو يعني مثلا حكمي معطوف عليه يكا أدنب معطوفك لو قلت تقولي جاء زيد وعمر يعني جاء زيد فاعل ومرفوع قم لولا شو عمري فاعل ومرفوع هم لازل من بواوين وثم وفا وحتى أما تشاني شوار دانا بالإجماع بإجماع علماء وكذا أم وأو على الصوابي نقبل إجماع عربي صوابي لا سر كأمج أمان عطف كان مطلق به اللواء مثلا هل عطف ولآية أمج هل لفظا ومعننا باشا يا هل لفظا فقط مثلا اختلاف بين علماء التياية خب أقر وابي بالي أو على الصواب يعني أقر كسيك بيجي مثلا فقد لفظا ومثلا معنى النيا فقد معنى اللفظ النيا خلاف صوابي وتوه وكوشي كفيك مثال تيرته بواو فيك صدق ووفاء يعني لا تودا هي هم صدق وهم وفاء جاء امر واتبعد لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا بل جاء امجر بل ولا اكن بتابع شيء كان بتابع واتبعد لفظا فحسبوا هل لفظ اي لا معنى ولي امانني او اها او واو واو ثم حتى ودوان ام او او شوار او انا لفظا معنى عطف انا كردوا فقد ام بل ولا بل ولا لكن امس يعني شا فقل لفظا عطف كانوا
يعني لنزل معنا وما قبل وما بعد كان فرقية بلان لفظة كان يعني ديارة لا أحكامي لفظة وكو يقوان كواتب بل ولا ولكن باشا لفظ أكل بتابع يعني لفظة كلا دو إخوانه قراري قلتو أي كان بتابع بو لفظة كلا ما قبل يقول فحسبو يتهرب هو اكتفاك يعني نقبة معنا بلا وكشي كلم يبدو مرؤون باشا وكل لم يبدو يعني در نكود كس إنسان يقدر نكود باشا لكن أويك دركو كيف هو طلا طلا دركو طلاني بشكا آسك يا بشكي بقري وحش يعني جويركي معنى وحشي مثلا حالبي جاس الله وأتبع عدفزين فحسبوا إلى معنى بل عند السيبويه باشا بل لا سيبويه وايا ولا ولكن عند الجميع لا هموان وليس عند الكوفيين برام نل نا وليس عند الكوفيين يعني كوفيا كان ليسش بحرف عطف زاد كيما علين فعل او انا حرف عطف وانيا كحرف عطف كشل فزن ما بعدك يا اخوي عطف كاته ونقمعنا اكو لم يبدو من روح لكن طلا طلاني شيء اي ولد بقر يعني امراه ذلك ولد طلا يقدر كوت عربي كهل اوج لفزن نقمعنا شن معنى اقل معنى لنا ذكري ما قبل لكن منفيه ما بعد كي مثبته ام جرف فاعطف بواو لاحقا او سابقا في الحكم يوم صاحبا موافقا مثلا اويك علماء واو كدي بو عطف مثلا بو جمعه يعني بو مطلق جمعه يعني منظور ويا ما قبل ما بعد او واو لحكم كوبونته يتر اول ناقل يعني آية هم زمان بيكون تقول جاءني زيد وعمرون هم زمان هاتن يا زيد وعمرون زيد بلاوات وعمر دواي أوهاد يا ببيت شوانا أها بلاوة عمر هات وأمر زيد هات جائسة يجيب فاعطيف بواوين شي عطف كمو لاحق عطف كرو مثلا أقر وقتي وتم جاءني زيد وعمرون أقر عمرك دواي زيد هاتوي من لاحق عطف كرسو واي او سابقا يا سابق عطف كرو جاءني زيد وعمر فرز من وايا مثلا عمر بلاوهات بلا من عبارتك عمر بن دوات روحينا هو السابق عطف كرو مثلا لاحق باش لا حكم ده يا مصاحب عطف كرو جاءني زيد وعمر هكا هم زمان هات بيت واي حاربي اجل فاعطف بواو لاحقا في الحكم وكشي وكو ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم سلام إخوانا لسلبي نوح بل إبراهيم هاتوا فاستوك إبراهيم عتف كرسو بوسر نوح وتو لاحق عتف كرسو بوسر سابق أو سابقا في الحكم نحو كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك أوا أخواي قول وحيك أبو لايتو وبلا أوان نشكل فيش تودابو هذه رأت في سابقي كنتو بسلاحة بل من قبلك الله والله كفاعلي هناك فاعلي يحيك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله أو مصاحبا موافقا فيه باشا وكو فأنجيناه وأصحاب السفينة هم أو من نجادا هم أوانيك لنا وكشتك لبيك ونجاتي لنا عالم زمان أمر واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني جاري وهي من فعلك ما هي فعلك قال نفسي خويا دو فاعليه عايز اكو اجتماع بتني انا فري ناكري تمام اجتماع زيد وعمر بيفكو بيجي اجتماع زيد غلط تشارك زيد بتني اخو ناوي تشارك زيد مثلا او انا فعل دو فاعل جاء عليه فعل هاي دو فاعلي كعطفك لأنه بوصر يك فاعل كان أشي بواو بي واخصص بها تايبت بك بواو عطف الذي عطفي أو معطوفيك لا يغني متبوعه باشا كمتبوعك بي نيازنية يعني متبوعك يعني معطوف عليه نيازي هي بمعطوفك كالدواء وكوية بونا معنى تهونا بي استفياني سفي بست أمو كركي من السفيان بست ريزيان بست حالبي دي بيها كان وعلى هذا وبيارثر أخذ بها عطف الذي لا يغني متبوعه عنه كفاعل ما يقتل الاشتراك
وكو فاعلي أو فعليك إخزاء إشتراكك وكو إصطفى هذا وابني وتخاصم زيد وعمر يعني شريان والف أما واو تواب أمره والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال عليه فاء واو فاء ثم هل كان هو ترتيب يعني عطفي لاحق أكن وبصر سابق ولا فرق كان وفاء باتصال ويا يعني بين فاصلين ناكب ولا ثم فاصلين هي والفاء لترتيب اتصال وتعقيب تعقيبين خلابي ودوايا الذي مثلا الذي خلقك فسواك يعني كتوي دروس كل امر ريكو بيكي شي كردي ها حالبي واما قوله تعالى وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا كانما ربا وتو علي فاء عطفي سابق اكاتوب لاحق اكاتوب وسر سابق ولآلم آيتها دي عطفي سابقي كرسوب وسر لاحق وقواو مثلا خواهي قرأ فرمي زور ولات هيا كما كمي خبري زور ولات هيا كأهلكناها إما أولا تمان فوتان دوا باشا جاك فوتان دومانا دواي أوا فجاءها بأسنا بياتا هاتوة لا أو قوما بأسي إيماني سزاي إيما أو بلايك بيل بينشون كي هاتوة بياتن لشوى هاتوة جامع بعدك أو هم قائلون يا لوقت قيلولا هاتوة إلا حال قيلولا دي مرة بالرعجة يا قائلون لكاتك كا وتويج يان كرده لها شون أكري أو ليواء أو قائلون هم لقيل به كقيل به هم لقولي به استا دي باشا خب بلاوة بلاك دي بلاك أبيت السبب وإهلاكك يعني إهلاك دواي بلاك كشي أما هاتوا بلاكي عتف كردتو بوصل إهلاكك وانيا كواتما عتفي سابق بوصل لحقا ركاك وف معناه أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أرى يعني مثلا وكم من قرية أهلكناك يا أهلكناها يعني وكم من قرية أردنا إهلاكها يعني زور قرية هي كأما يستمعنا بهلاك جاء شنو يستمعنا بهلاك يا برين أمره بأسكي إما هاتوا باشا بو تنفيذ إرادك وقوله تعالى دوباره والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى يعني تو علي اتصالي تيايا أماش درسته عطفي لاحق بوصر سابقا ولا اتصالي تيانيا ما ويزو أرم والذي يعني أخويا أنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى باشا يعني تو تاكو خاوين راقرة ناوي أخوايك باشا أخرج المرعى مرعى يعني لورقة شوينك حيواني أو مرعاي يعني أو لورقي درخستوا أخرجني دري هناوة ولكن أنا أظهر لي بلدو داري خستو يعني أودي من جواني هنا وتآراوا جادوا يا أمدي من جواني بمهم سوزلاني باشا قلاي سوزو لقوبو بي دارو دياو أماني هنا بجوري كضل إنسان أسيني قاتو أشي تماشي لبهارا تماشي منظر ودي مني كي سوزكي كشني مهمة كأمن نقاري خواي پروردقارا أم نقارانا أو نجوان وشيرين زور جاري وهي ضل مروف سينن بجوري كيوان مروف سري ليه الشيوي بويا دز أكابة پرستني غير إخوانا عوذ بالله نقاركي أو نبلا وجوانا نعوذ بالله جا خوالا ما بولاو باشا تقا كسي خواه هدايتي نابا وجورة سري ليه الشيوي عليه أو مرعاكي درخستوا أعواب وجورة كشي هر أم مرعايا كبم جواني وشيرينية دروستي كردوو سري لخلق تيك داوا كشي خواه خوي فجعله غثاء أحوى دوائي أم مرعايا كردوو بغثاء بآو مالك يا ببوش كرديسي ببوشو بجوري كآوشد بيرفيني أحوى يعني رش كرديسي ببوش الرش أو أواني يعني لا
لبيني بردون فوتان دوني إجكاك فمعناه فمضت مدة فجعله غثاء على إما يكيق لو اشتاني كهمانة إيجازي حسفة كالبلاغاء أيضا يعني وقتي واهية مسات معشاكي لعبارتك دوسية جملة محزوفة بلام لبر أوا بوغيان دني ما بستكا نياز بو جملة محزوفانة نينهن راو بس إما نمو نمان هي لقرآن وقت يكال لباسي خواكي حزر يوسفا هاو زيندان يكي حزر يوسف سلامي خوالة سر يوسف دي وقت يكهاد باشا خوي ديبو وتي من خوي كزانمو بياوك اوال زيندان ايو جاء امره وتي فأرسلون يعني بمنيرن كوتي بمنيرن يعني بو زيندان بمنيرن باشم بيبلم او وقت يتلي وانالي النار ديانو وانالي يوسف ايها الصديق أفتيني في سبع بقرات ونيا آية نشي دعاء واقعته وفأرسلون يعني بمنيرن ونيا أو معنى واقع بمنيرن دعاء أو على أمجر على فأرسلوه مثلا أو محزوفة نار ديان باشا فأرسلوه إلى يوسف أمجر فسأله فسيارة قيل يوسف فسيارة خواقي ليكر حالبي فقال يا فأرسله وجاء إليه مثلا شوب ولا أمجارا وذهب إليه وشوب ولا أمر فقال له أيها الصديق فقال له وكيف محزوفة بشتي يعني أوانيه شي نويست ولو بينها ليرجد فجعله غثانا باسي نتيجة كي كردوا أمدي من جوانا تبديل ويبب وشكاني وطوشي بابردو أو مالكو رشو أوانا رش على قره دي معنى كيوية والذي أخرج المرأة فمالت مدة ما ويا جزريا آخر ما وكيف جزري أم جار دواي جزريا ما وكيف جعله غثاء نحوه حاربي كواتب بمجورة بمتأويلك إيسا كردمان أما اتصالك وقهيني أين أقل وايب ولا نزل نقري اتصال ناقهيني وصاعت واني بيجين محلي كلامك مهمة شو خواهي بردو يا ليف زمان مهمية مدتي كي تولاني على حد لا او تولانيني يعني اكريا لان شو انا اوشتهي يعني امني على بو اتصال هاتوا اتصال نسبيه باشا يعني اتس مثلا يساتو علي بالي سرت الى طهران ثم اصفهان يا سرت الى كراج ثم طهران مثلا يعني شي مثلا يعني دواي اوي كشو مكرج دي هي شركتنا شو تران نبي معناه واني خيرا حر برقي جاي ما ايوا فزنيا ليوا اگر مثلا دواي شو دي كرج مثلا تو خيرا بش يتران ترانا اگر ده ساعات شو كش روجي كش تول كش مثلا هر اتصال او اتصال بشو فرقك بلا وثم لي ترتيبي شو مش بدك تقول لكن بانفصال ومهلتي وكف أقبره ثم إذا شاء أنشره باشا واتخواي قوله أو إنسانا آخر الله قتل الإنسان ما أكفره حاربي دي يعني إنسان خوابي كجي حاربي يعني إنساني ناس باس خوابي كجي شنك بباور أبي يعني كان يسطلو في نزانة أو إنسانة كفر ما كفراني لقراء يعني كفراني نعمة لما بعد كل برنية كان يسطلو في نزانة دعايا وقات أو شوينا كأخوائك يقول ها علي ثم السبيل يسارة باشا بيجي وشتي تريها لبرنية باشان ريقا كي بو آسان كردوا في ما يما أكبر خلقه يكي عليه ولا دروسي كردوه وآلاو جاء ثم السبيلة فاشان ريقي هاتنا دنياي بو آسان كردوه يا ريقي زندقي كرني بو آسان كردوه ثم السبيلة سبيل شاهد ريقي آسان كرد يعني منظوري لدايق بود كالسكي دايق بود هو ريقي كاكديت سرزوي حاربي او ما نبو آسان كردوه اينا اقر مثلا لجستي انسانك تيفكري أم جست قوريا
برام بر بومت خلك ايوي ليدي تدرو حالبي اگر خواي گورا اساني نكا چون مثلا ام جسم گورا لو كنت كول لو ديت تدرو ثم السبيل يسر طالما دواي او امر فاماته امر اخوا دواي او كجشو بتمني خوي تمنك يبسل بردو او اجلك خو بدنا امر اخوا مرادويتي كمرادويتي فاقبره كريتي بساحه قبر ها قولي فلان كزوي ها حالبي ثم دواي او كريب ساعه قبر اذا شاء هل وقت اخوا اخوي في خشبه انشره نشري اكا يعني بلاوي اكاتو زيدوي اكاتو منظور هو حالبي نشري اكا يعني اي خاتو سر عرض سر زيدوي هذا قراني في روزا باسي جمعه كره فانتشروا في الارض فاذا قضيت الجمعه فانتشروا في الارض بلاوي يمكن بس عرضها جانية باب انفعاء أو باب افتعالك يجي فانتشروا انتشار أما أخوي يقولون فرمي أنشره يعني منتشري كردوا واتا هنا يتسرزوي واتا لا حبسي قبر نجاتي دعوة يستا يعني ثم أنشره يعني أنشرك أو إذا شاء أجملي معترزيه باشا أنشرها ثم بسر أخباره ديار بيني خاوان قبر لقبر قرار قرتن ونيواني او نيواني زيدو كرنو برپا كرني قيامت ما ويكي زورا بويا كان بس ما هنا بيت وتاتي بمعنى الفاء وجاء روايه او ثم يدي لعبارتها معناه فاعدة يعني اكو شلون مثلا فاء بو اتصالات او بو اتصالات اكو شعر يمشي هذا كهز الرديني تحت العجاج يعني تحت العجاج جرى في الانابيب ثم اضطرب وك تكانديني رديني رديني يعني شمشيري رديني يا كسي رديني كشمشيري كير بتاو شمشيري هر نيزي رديني نك شمشير جنيك بو رديدينا وبو كنيزي دروس كردوا كنيزي كي بناو بام عربي جاء رئيسات نازان وكبري تكان بخوار ما قبلك وكبري تكان بخوار وقت كان داين نيزي رديني لجير توزا نيه وقت يكا ميدان دو ترفي جنگ تي اخروشين بغاري اسمو بهر سوران وامانة تبو توز برپابي باشا علي وك آواء وك هر سوراني وك تكاني نيزا كتكان اخوه وامانة شد تماشاك او جور نيزا كامباسي لي اكا آوا تو در تو بود شو تو بنا یک وقت چتر بله آه چتر مثلا حال یکی اول نه یک در پره دوای و آوا یکی تو بنا یکا آوا بو حالی وقت وقت تحت العجاجی لجرت پوتوزا جرا فی الانابیبی کاونی زیه جاری ابی روانه لناو ادبو بکانیا لناو گریکانیا برگکانیا برگل دوای برگ آشت تو بنا یکا حالی ثم دوای آوا ک آشت تو ناو انابی بکانی ام جاء اضطرب يعني پریشان ابي واتا اكويت تكانو هلمت كاوا مثلا دسي بياني در پرت درو جاء ري مثلا بلا تكاني من وقت تكاني او نيزه واي ديار ثم اضطرب يعني فلتر يعني خيره چونو خو فاصله زوري نيه تو لنا انا بي بكابي وامر در پرت درو بس في كلمه من ثم كمان اي فاي كهز زر اما فعول ردي دي ردي دي اتا دون جيرنيا كبرو باشا نا اتا شو يوم يا مشدد يا ساكنك او فعول دوباره نتحت اي نا دونك يتح تل فعول عجاجي فعول دوباره جرى في الفعول انا بي فعول بثم فعول ترب فعل بحري متقاربي محذوفه امر فرميه وخصوص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر انه الصله او فايش مثلا جرعات كيف فقد بفاعكري مثلا شتي ناصله يعني اوي كصي مثلا موصول هيك هي صله لدواي موصولك هاتوا
امره فايق هاتوا شتيك عتفكي نو بو سر سيلك جاء اگر اوي شصيله بك عتفك تو رقبه في بكري رقبه واو بكري ولا فرض ما بايا سيلني اوي كعتفك او فقد بفيك يعني اگر وستمان مثلا موصوفه كره موصولك سيليك سيلي موصوله بكين معطوف عليه غير سيليك بو عطف كينوا دبتني على في استفاده واي واي عرفت اگر بصلحي بواو ايش بكريت بدا اگر سيله بي اصلحي واي حاربي ولا سيلانيه شنو سيلانيه فقد بفيك وخصوص بفاء عطف ما ليس سيله تايبت بفيا بك عطف او شتي كواصيله ديا بوسرتي على الذي وصل اويك استقر انه صله كمثلا ثابت بو كصيله مستقر بو لهبر بصيله جاء له وخصوص بفاء عطف ما ليس صله بجو بان خلى عن العائد شلون مثلا اويك عطف كتوصيله النبي بس عائد تياني بلا بلا اوك عائد تياني وعائد بو نزل ناجيري اي سلمينك مصيله دي على الذي استقر أنه صلة وكشي الذي يطير فيغضب زيد الذباب أويك هل أفري وبدواي هل فرينك أو زيد تور أبي أو ميشة شاكا إساء الذي مبتدايا يطير فعل مضارع فعيلك وشتوى الذيك وعيد جملة سيلة أمر أنفايا فاي عاتفيا عتفي يغضب أكاتب وسر يطير زيد فاعل يغضب أسد جملة يغلب زيدون عفو بسر يطير ولي أما صيلة نية صيلة اللذيكة عايدي تياني بو حاربي دي أمر الذباب خبري اللذيكة آو تاني خبري اللذيكة آو تاني ولا يجوز عطفه بغيرها يعني أو عطفه مثلا بغيري فادروز نية بس أبلي بواوية بحر بولي أن شرط ما عطف على الصلة شنك شرطي أو شنك عطفه بس الصلة أو أن يصلح لوقوع صلة أبي وابك خوشي بصلح بوصيلة بضي جاء باشا أي أقر بفيا بي بوشي بشر ناقيري في بيه والله ميري تيابي حالي بي والله وإنما لم يشترط ذلك في العطف بالفائي يعني بويا وبشر ناقيري على عطف بفاء دا لجعلها ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة باشا لبرو أنفايا قرار أداو أجيري ما بعدك يا خوي لقل ما قبلك يا أيان بات حكمي يكجب له حاربي لبرشي لإشعارها بالسببية شو كفا مشعر بسببية يعني أو طيراني ميشا مثلا طيرانك سبب أبو غلبي زين أو حاربي برا دي مثلا أو مصعو لم يبكر برد وإنما لم يشترط لم يشترط ذلك حاربي يعني بشر نجيرا و بو شي بشر نجيراوا اول عطفه كامل بسؤال شي بكاري بره بره بو بشر نجيراوا بره بره علين ولا شي بشر نجيراوا اما كما مثلا اويك بفعت فكرته حتما في لازم ناك الله بيريك يعني بره بره اجل بره او مش علبه سببيه ما بعده ما قبلك يا خاطر حكم جملتك بره بره حاضرين بره داي كما بيوصل لها ما فاضي